اولا بنرحب بغبطة الدكتور القس اندريا زكي، بنقول له الحمد لله على السلامه وشرفت ونورت الاقصر، ونبارك له على الصرح الكبير دون اللي هو يعني قدموا لنا الفضل الاول، وربنا بيكرمنا وبنرد الفضل من خلال الدوله ومن خلال الهيئه الهندسيه اللي شهدت الصرح الضخم دون يعني بفضل من القياده السياسيه سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي. بنقوله في اليوم العظيم دوت واحنا بنجتمع مع سيادته مع كل شعب الكنيسه مبروك عليكم المكان، وربنا يكرمكم دايما يا رب، واهلا وسهلا بيكم في محافظه الاقصر. احنا بنقدم الشكر للدوله المصريه، والنهارده المواطنه تتحقق على ارض الواقع، وبنشوف قد ايه فرحانين بحضور السيد الوزير المحافظ وبحضور القيادات في مصر كلها عشان نقول بلدنا بخير. فرحتين، فرحة بطريق الكباش اللي بيرجع الخير لمصر ويزوده، وافتتاح الكنيسة. شكرا فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، شكرا سيد الوزير المحافظ، شكرا للدولة المصرية. احنا بنبارك لاخواتنا المسيحيين بافتتاح الكنيسة الانجيلية، وطبعا ده في مكان مميز جدا، وبين قد ايه النهارده مدى اهتمام فخامة الرئيس ببناء الكنائس، وان الكنيسة دي المعروف ان هي على نفقة الدولة، ودي بيبين قد ايه المواطنة ما بيننا وبين الاخوة المسيحيين.